هلا من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لمساله تراكم الديون عدم مراعاه المبادئ. يعني مثلا مره الزوجه ما عندها مبادئ انه تؤمن بحقيقه الرزق وانه المفروض يكون على القواعد الفقهيه، بصير تزن على زوجها وتزن على زوجها، يعني بصير تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه. هذا الضغط عليه نلاحظ انه يؤدي به الى ان يذهب ومرات شو بيقولوا بتحترق الفيوزات عنده، بيروح مرات على الحرام، بيروح مرات بيتدين براكم الديون، ويؤدي ذلك الى تدمير الاسره في بعض الحالات. هي مفروض انه تساعده لزوجها انه خير خليك، يعني تاكد عليه انه اوعك تفكر بشيء الخطا على المستوى الشرعي كحرام او لا، الخطا على مستوى التدبير